يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل مدفون في مزرعته، فهل يجوز لأولاده الصلاة في تلك المزرعة؟ الأرض كلها ما تخلو من قبور، إذا ما نصلي بالأرض. لا، الكلام على أنه ما يصلي عند القبر، إذا عرف مكان القبر فلا يصلي عنده. أما أنه يصلي مزرعة فيها قبر أو برية فيها قبر وهو بعيد عنه، فلا مانع من ذلك. نعم.